مؤشر في حلقة جديدة هذا الأسبوع اللي حنركزوا فيها على إعلان مصرف ليبيا المركزي شروعه في استكمال صرف مخصصات أرباب الأسر الإضافية لعام 2018 بواقع $500 لكل مواطن ليبي ومدى تأثيرها على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى تأثيرها على سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والأوضاع المعيشية للمواطنين. في البداية نستعرض عدد المستفيدين من أرباب أو مخصصات أرباب الأسر لعامي 2017 و2018 بحسب مناشير مصرف ليبيا المركزي، حيث كان عدد المستفيدين من المخصص البالغ $400 لعام 2017 6,965,000 مواطن بقيمة إجمالية بلغت $2,768,000,000. وكانت إجمالية الإيرادات النفطية $14 مليار وإجمالية المصروفات من النقد الأجنبي $15 مليار، فيما بلغ عدد المستفيدين من مخصصات أرباب الأسر البالغة $500 لعام 2018 7,450,000 مواطن بقيمة إجمالية بلغت $3,700,000,000، في حين كان إجمالي الإيرادات النفطية $24.5 مليار وإجمالي المصروفات بالنقد الأجنبي تجاوزت $19 مليار. وأضيفت إلى $15 أو $500 لمخصصات أرباب الأسر لعام 2018 تزامنا مع توقيع على برنامج الإصلاحات الاقتصادية، كما تم استثناؤها من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي. $500 أضيفت لتخفيف عبء الوضع المعيشي عن كاهل المواطن. وفي تصريح لبرنامج المؤشر أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي تسريبات حول استخدام $500 الإضافية كبديل نقدي لرفع الدعم عن المحروقات، وصرف هذه المخصصات تأجل بعدما تبين لدى المصرف ليبيا المركزي وجود خلل في قاعدة بيانات المواطنين وشبهات تزوير في الأرقام الوطنية بحسب ما أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي، واللي خلى مصلحة الأحوال المدنية ترد في بيان لها قالت فيه أنها تفاجأت من تصريحات المحافظ، ونبهت المصرف المركزي إلى مراجعة منظومة مخصصات أرباب الأسر في المصرف. والمركزي أكد وجود تضارب بين تصريحات رئيس مصلحة الأحوال المدنية بشأن الأرقام الوطنية والكشوفات المصلحة يقدر ب 600,000 رقم وطني، وأشار لوجود أفراد في المنظومة مقيدين في أسر ما ينتموش لها وقيود لأسر فيها أرقام وطنية لأكثر من 6 زوجات، إضافة لوجود أرقام وطنية لزوجات وزوجات وأزواج من مواليد 2012 و2013 و2014. من ناحية أخرى، بما أن الإصلاحات النقدية ترتب عنها انخفاض في أسعار السلع بنسبة تجاوزت 30% وتراجع في سعر الصرف في السوق الموازية بأكثر من 33% في ظل الاستمرار في عدم طرح ملف رفع الدعم عن المحروقات وآليات ذلك، فهل الوضع المعيشي هل يحتاج $500 الإضافية كتساؤل أول؟ وهل ما سيترتب عنها في أثار أو من أثار سواء على السوق الموازية في الوضع المعيشي هل ستكون كافية لاتخاذ خطوة تخفيض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي هذا العام؟ الإجابات وتحليلها بعد لحظة. إذن بهذه المعلومات والبيانات نبدأ حلقة جديدة من برنامج المؤشر على بركة الله تعالى. نرحب بكم من جديد مشاهدينا، ونرحب بضيوفنا لحلقة الليلة معي عبر الأقمار الصناعية من مدينة مصراتة الدكتور عمر زرموح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، وعبر سكايب من مالطا رجل الأعمال الليبي حسني بي، وعبر الهاتف معي سالم السيوي مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. أبدأ معك السيد أحمد السيوي، يعني قبل الخوض في التحديات اللي شكلها صرف مخصصات أرباب الأسر الإضافية، يعني هل تقدر توضعنا في صورة كاملة عن حالات اللي إصابتها منظومة الرقم الوطني واللي رصدها المصرف المركزي في قاعدة بيانات المواطنين؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك وضيفك الكرام. طبعا نحن في منظومة مخصصات أرباب الأسر من عام 2018 نفذناها بناء على قاعدة بيانات مصرف الأحوال المدنية،
جئنا في نهايه السنه وجدنا ان العدد الذي سرق يعني طبعا مليون و450 الف مخطط برقم وطني. مع العلم ان احنا استلمنا قاعد بيانات في 1/3/2018 من مصنع الطهران تحدث ان اللي بيه حوالي 7,800,000. وهذه تضارب ايضا على تصريحات السيد رئيس المصلحه الحالي في 8 مارس الذي حدد ان اللي بيه حوالي 7,200,000. استنتجنا لتصريح سابق من 2016 للسيد رئيس المصلحه السابق محمد بوكر الذي حدد فيه ان العبد المبين حوالي 6,800,000. فهذه البيانات المتطايده ولدت لدينا احنا مجموعه من الشكوك هي اللي حدت يعني ان هناك عدم دقه في البيانات المحاله لدينا. في نهايه السنه 2018 بعد مراجعه المنظومه وجدنا ان هناك كثير من البيانات غير دقيقه، وجود ابناء الاسر لا ينتمون اليها، وجود ابناء بمواليد 2012 و2013 و2014 هم مقيدين في ايديهم. هناك اشخاص في العائله الواحده تم تغيير ارقام وطنيه خاصه بهم وصوره الملح بناء على الارقام الجديده، يعني مجموعه من التجاوزات او البيانات اللي هي تعتبر غير صالحه. نهيت ان هناك كثير من المتوكلين والمواليد الذين لا يتم تحديثهم عبر منظومه السجن المدني، وبالتالي العدد انا ارى انه هو كبير جدا، يعني لا اعتقد ان الكبير وصل لهذا العدد الكبير، وهذا اللي خلانا نحن كمصر فيديا نتريث او ناجل موضوع البث في صرف المخططات 500 حتى نعطي الفرصه لمصلحه الاحوال المدنيه والهيئه العامه الوطنيه للمعلومات ان هي تقوم بتنظيم هذه البيانات، خصوصا ان نحن عندنا علم ان هم بادين في تنظيم البيانات. الوقف قد استغرق بعد ان تاكدنا ان الوقف قد لا يسعفهم ان يعني ان هم يستغرقون خلال الشهرين هذين، وبتقديم ايضا مصلحه الوطن والمواطن راينا ان الحين نفذ من باقيه ال 500 دولار اللي نعم اقرت من المجلس الرئاسي، وان نأجل موضوع الصرف البقيه المخصصه ل 2019 حتى تبقى عندنا سالم بيانات يعني موثوقه عليها. طيب من خلال كلامك يعني نفهم من اعلان مشروع في صرف مخصصات الاسر بقيمه 500 دولار عن سنه 2018 يعني ان قاعده البيانات يعني برغم من انها مشوهه وبحاله تزوير التضارب كلها، هل تم علاجتها يعني من خلال كلامك هل تم علاجتها او فلترتها بالكامل؟ لا ابدا، لا الموضوع موجود سرعه التزوير، وهذا يعني يعتبر لو ان اي حد خلال اسبوع 10 ايام حتى شهر شهرين. احنا شنو سويناه في المنظومه عندما وقفنا او قررنا اطلاق ال 500 دولار الاضافيه، ان خلينا باعتبار الحالات التي تم اكتشافها الان اي عائله عندها اخت مخصص مثليها او اضافيه حتى اسمها موجود عندما تقدم المنحه الجديده ان هي يعني مفروض عليها التعامل حتى تعالج المشكله الخاصه بها او قسم الاخذ. ايضا احنا اعتمدنا آلية جديدة للتقليل، يعني نقول التقليل من الحالات التي غير صحيحة الموجودة في قاعدة البيانات، منذ كنا نعتمد في السابق على مصلحة الأحوال المدنية أو قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، الآن التزامنا أن نحن نعتمد أيضا على العمل مع مصلحة الأعمال الأحوال المدنية، أن نعتمد على قاعدة البيانات الموجودة لدى فيما يعرف سابقا المشروع رقم وطني اللي هو الآن وحيد إلى الهيئة العامة للمعلومات. فالآلية الجديدة يعني حقا ولو يعني بنسبة ضئيلة من التشوه الموجود، ولكن يعني هذا ما يمكننا نحن كمصر سوريا وما نمتلكه نعم. ان احنا ناخذ بالاقتصاد التي لدينا لتقليل التطوير الحاصل او البيانات نعم وصلت الفكرة سيد سالم، لكن نعم وصلت الفكرة سيد سالم، لكن السيد محافظ السيد الصديق الكبير يعني من أسبوع تقريبا أو من أسبوعين صح التعبير يعني تحدث عن استحالة مخصصات أرباب الأسر في ظل يعني وجود تشوه يعني بعد حوالي 10 أيام من الإعلان تم الشروع في صرفها، هل يعني هذا يعطي مؤشر أن تم علاج كل حالات التضارب اللي هي تعتبر صح التعبير في خلال 10 أيام؟ لا تم اكتشافه لدى مصر ليبيا،
من التزوير بالنسبه للحالات، يعني طبعا التزوير دعني اعرج على التزوير، هناك نوعان التزوير، هناك وهذا ما هي اعتمدت عليه في طرف اول بناء عائله منصف المحطات الخمسيه الحاليه، وهي ما يتم ما تم اكتشافه في المنظومه التي نفذت حالات اللي هي انتقال او وجود اكثر من فرد في عائله اخرى، اكثر من شخص واحد، اكثر من موحى بناء على رقمين وطنين او اكثر، عدد بعض العائلات لديها ست اشخاص في واحده، من لديه زوجات احمر قليله، يعني البنات متصله الينا من ناحيه تقنيه او تزوير تقني، هذا ما تم التعامل معه. هناك خطا يعني او تزوير بشري او نقولوا ادخال خطا عن طريق بناء على وفيات بشريه، يعني شو هي مسح الحوالي المرميه، عندما انا تواجد في ليبيا لا استطيع ان اتنبا ان صاحب المعامله اللي هو ليبي او غير ليبي، او اصل العائله اللي لديها شخص يجب ان ولا كان مصروف لها رقم وطني، وفي الحقيقه لا يوجد شخص يعني اساسي. طيب يكتشف، اذا اعتقد ان اي جهه اخرى عدا المصلحه والجهه اللي هي تم تلقاء البيانات والاجهزه الرقابيه ان هي تراجع في عمليه سيد سالم نعم سيد سالم، يعني مصلحه الاحوال المدنيه حتى مصرف ليبيا المركزي على مراجعه منظومه مخصصات يعني ارباب الاسر في اشاره الى ان في هناك خلل ان صح التعبير، هل منظومه ارباب الاسر يعني مربوطه بمنظومه الاحوال المدنيه، وكيف يمكن يعني ان تختلف المنظومتين ويتم علاج هذه المساله بالكامل؟ دعني اوضح حديث عن المنظومه بعد طبعا. احنا في مصر في جماعه لدينا منظومه مخصصات ارباب الاسر التي تتعامل مباشره وتقص بياناتها من منظومه مصرف الاحوال المدنيه، يعني ان المواطن الان لو يتقدم الساعه هذه الى المصرف شباك المصرف، عندما يقدم ما رقم الوطن رقم القيد مباشره يتم الاتصال عبر ما يسمى اللي هو الود سيرفيس لمنظومه مصرف الاحوال المدنيه الموجوده باداره توثيق المعلومات لدى المصلحه، وما هو موجود في تلك المنظومه يتم التعامل معه لدى مصرف ليبيا المركزي. اذا كان المواطن او صاحب الرقم لديه 10 اشخاص، المنظومة الخاصة بالتزوير حتحسب يعني 10 اشخاص من 500 حتخصص او تحدد له مبلغ مقيمته 5000 دولار. اذا كان عند مولود نظام او مولود غير موجود لكن ليس محدد، نحن لا نتحمل مسؤوليته، نحن بيانات تمتص بها ما هو موجود في اللحظه التي يقدم بها المواطن رقم وطني لدى المنظومه المصرفه للدول الحوالي المدنيه الموجوده في اداره توثيق المعلومات. طيب طيب سيد سالم، يعني بحكم انك انت تكلمت عن مصلحه الاحوال المدنيه وبعد الارقام الوطنيه تحدثوا يعني على يعني مخصصات اسر للعامين العام الحالي والعام الماضي، يعني 1500 دولار لكل مواطن، يعني حوالي 6 مليون ونصف نسمه، يعني حنتكلموا على مبلغ حوالي 11 مليار دولار، وهو بعدين المواطن حيشريهم من المصرف بقيمه يعني تقدر ب 15 مليار دولار، وبعدين حيبيعهم في السوق السوداء على 4 دينار و14 قرش او 15 قرش، تشوف ان الرقم هذا يعني يتجاوز ال 45 مليار دولار، كيف حيتم يعني مواجهه هذا الشيء وكذلك معالجه منظومه الرقم الوطني وكذلك تدارك اي خطا يحصل في المستقبل؟ دعني اوضح نقطه مهمه جدا ايضا، احنا عندنا ثقه في المؤسسات الان قائمه مصر الاطفال اللي عندها القاعده حسب ايضا مصطلحيه يتوقع وهو مشروع انطلاقه يريد يعني يقارن بين البيانات الورقيه مع البيانات الرقميه، مشروع الهيئه العام للمعلومات لدي ايضا قاعد بيانات مشروع رقم وطني الان يعني حينطلقوا في عمليه تنظيفه، واعتقد ان الفتره الذي صرحوا بها يمكن حوالي 4 اشهر، يعني اعتقد ان الفتره الكافيه القادمه هي كافيه لو ان التزموا بالوقت ان هي تكون في نهايه المده هذه تكون في منظومه يعني نقول 90 ل 95% تكون منظومه يعني جيده نوعا ما في البيانات الخاصه بها. نعم. فيما يخص الجانب اللي هو اللي انت تفضلت به الجانب المصرفي والعملات وايضا بين العام وغيرها، هذه حقيقه لا استطيع ان اجيب عنها لان ليست من اختصاص، هناك مستشارين اقتصاديين موجودين لدى المصرف، هناك ناس يعني لا لديهم
ان الجانب الرؤيه الاقتصاديه يمكن يجيبوا تغيير. ومعك انت ايضا الدكتور عمر زموح مشهود ايضا معروف بالوسط الليبيه ايضا معك عبر الخط حتى الناس ايضا يعني هناك استاذ حسن بي فموجودين الناس يعني لهم علاقه بالجانب التطور الاقتصادي كثيره على الوضع الليبي الحالي. نعم هذا ما سنقوم به والاستفسار به لضيوفنا الأكارم. إذا سيد سالم السيوي مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي، شكرا جزيلا الشكر على مداخلتك معنا وعلى المعلومات التي تقدمت بها. أنتقل إلى السيد عمر أو الدكتور عمر الزرموح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصراتة. دكتور عمر، يعني أكثر من 3.5 مليار يعني ستذهب لتغطية المخصص الإضافي لعام 2018، يعني تقريبا سيتم صرفها يعني من فائض النقد الأجنبي اللي أعلن عنها المركزي في حدود يعني 5.4 مليار دولار. السؤال، هل في ظل تراجع متوفر في إيرادات هذا العام بسبب توقف إنتاج حقل الشرارة وكذلك اضطراب أسعار النفط، هل يمثل يعني الاستمرار في صرف 1000 دولار لكل مواطن بالسعر الرسمي تحدي مالي للدولة هذا العام أم لا؟ هو أخي الكريم، أولا أحييك وأحيي السادة المشاهدين، ولكني أتأسف أني لم أتمكن من الاستماع إلى كلمة الأستاذ مندوب مصرف ليبيا المركزي. تمنيت أن أسمع منه، ولكن يعني أنا سأحاول أن أجيبك عن هذا السؤال. ولكن الأهم من ذلك في تقديري هو أن السؤال الأصلي، هل ما مدى منطقية من الناحية الاقتصادية لصرف هذا المبلغ اللي هو 1000 دولار في السنة؟ هذا هو السؤال. لكن إذا اتفقنا على أن الصرف هذا منطقي وجيد من الناحية الاقتصادية ومن ناحية أيضا المعنوية، فعندئذ ممكن نتساءل عن الوسائل أو الطرق التي يمكن أن يصرف بها هذا المبلغ. ولذلك أنا أقول أن هناك سؤال، أتمنى أن المصرف المركزي يجري عليه دراسة بسيطة جدا ويستطيع أن يجيب عنه، اللي هو ما هو الأفضل للمواطن، أن تعطيه 1000 دولار هذا أم بدل من ذلك أن تتخذ الإجراءات في محاصرة سعر الصرف وتخفيض الرسوم المفروضة عليه بحيث ينخفض معدل التضخم ب10% فقط، ما نبيش نقول 30%، هو معدل التضخم زاد في بعض السنوات إلى 28% حسب الإحصائيات الرسمية، والحقيقة أو الواقع ربما يكون أكثر من ذلك، لكن بس غير عطيني 10 أو 12% انخفاض في معدل التضخم مقابل 1000 دولار يعدي يستخدمها المواطن ويبيعها في السوق السوداء. نعم. هذه من الناحية الاقتصادية الكمية البحتة. السؤال اللي بعده طبعا، هل يليق بمكانة المصرف المركزي أن يحرض أو يشجع المواطنين على المضاربة في السوق السوداء بحيث تشمل الكبير والصغير والغني والفقير وحتى الطفل؟ يعني هذه أيضا قضية يعني معنوية ينبغي أن يكون المصرف المركزي أكبر منها بكثير. يعني أنت هذه النقطتين يعني الأساسيتين. يعني أنت دكتور عمر يعني تتكلم على تقنين آلية الصرف. على تقنين آلية الصرف. لا مش تقنينها، لا قبل التقنين، لا التقنين بعدين يديروا لها قرار، يديروا لها حتى قانون، لا هذه قضية أخرى. لا أنا نحكي عليها من الناحية الاقتصادية الصرفها كميا، أيهما من مصلحة المواطن أن يأخذ 1000 دولار وحيدفع عليها حيدفع مقابلها 1500 دينار نقدا لأنه بيشريها بالسعر الرسمي زائد شوية عمولات، وبعدين هو لن يحصل على 1000 دولار، هو في الواقع حيعطيها لمكتب ولا كتاب يسحب هلا، حيحصل على 900 تقريبا، 900 بيبيعها في السوق السوداء ب 4 دينار للدولار بيحصل 3600، بيحول منه ل 1500 بيطلع له 2100، يعني القصه كلها في 2000 دينار في السنه، في السنه كامله راهو، هذا اللي بيكسبه المواطن. السؤال ايهما افضل ليه؟ ان يحصل ال 2000 دينار هذينا
أم ينخفض التضخم بعشرة أو 12% نعم. في تلك السنة نعم. هذه احسبوها كميا وحيشوفوا والواقع التضخم مش ينخفض بعشرة أو 15 نبوه ينخفض بقدر ما ارتفع اللي هو يصل إلى 28 و30% بل وأكثر نعم. إحنا الهدف من العملية نفسها عملية فرض الرسوم اللي أصلا هي فيها مشكلة قانونية لكن خلينا منها المشكلة القانونية من ناحية الاقتصادية الصرفة الأصل هي أن نبغى نحاصر السوق السوداء ونخفض الدولار في سعر السوق السوداء بحيث نصل به إلى سعر التوازني ويكون عندنا سعر رسمي موحد نعم دكتور. للنقد الأجنبي نعم دكتور. إجابة عن سؤال حضرتك إجابة عن سؤال حضرتك بالنسبة للتحدي لا أعتقد أنها تمثل مشكلة بالنسبة للمصرف المركزي ولا بالنسبة إلى ليبيا بوجه عام لأن 3.5 مليار دولار ربما بالنسبة إلى تونس عندها حاجة كبيرة دولة تانية مثل تونس أو الأردن مثل ولا بعض الدول يعني مبلغ كبير يعني باش تقترض مثله من الصندوق النقد الدولي يعني قضية كبيرة جدا ومهمة بالنسبة لها لكن بالنسبة لليبيا باعتبار عندها فوائد نفطية للأسف يعني هي مورد يعني هبة من عند ربنا لا يمثل مشكلة في وجود نعم الرقم دكتور. ربما يكون فيه إسراف ربما ننظر له بأنه في غير إنفاق في غير محلة ربما لكن من حيث التوفر موجود الرقم نعم موجود دكتور. وموجود أكثر منه نعم دكتور نعم. وصلت الفكرة أنقل بتساؤلي هذا يعني إلى رجل الأعمال حسني بي السيد حسني بي يعني استمعت إلى ما قاله الدكتور عمر الزرموح وهو متفق تماما مع أن الألف دولار لا تشكل أبدا أي عائق أو تحدي مالي للدولة الليبية ولكن هناك سؤال طرحه الدكتور عمر وهو ما هو الأفضل للمواطن أن تعطى الألف دولار أو تتخذ الإجراءات فيما يتعلق بسعر الصرف وانخفاض معدل التضخم ل 10% ما قولك أستاذ حسني؟ طبعا أنا أولا وقبل كل شيء أتفق مع الدكتور عمر ما طرح من رؤية وحلول صحيح أن لا 500 دولار ولا 1000 دولار اليوم تمثل الكثير بالنسبة للاحتياط الليبي ولكن ما في شك أن هي تمثل تحدي للسعر التعادلي اليوم السعر التعادلي في حومة 3.90 دينار مفروض يكون أقل فيما لو اتخذت بعض الإجراءات اللي دائما كرروا فيها مثل استبدال الدعم ودفع علاوة الأطفال 100 دينار المتأخرة منذ عام 2013 ولكن خلينا نأخذها من ناحية أخرى ما هو تأثير هذا القرار يعني أنا كنت شخصيا أفضل أن إذا الهدف منا إهداء لكل مواطن ليبي الفارق العملة ما بين جنيه واربعين قرش وثلاثة جنيه وتسعين قرش هلين جنيهين ونص في 500 دولار فهذين 1250 دينار لكل واحد العائلة معناتها جيها في 6 أضعاف يبقى نقدر نتكلم على 8000 دينار 7500 دينار لكل أسرة سنويا معناتها قاعدين نتكلم على 600 دينار كل شهر لكل فرد من أفراد الأسرة فكان الأفضل أن تعطيهم لأن أنت تصور بس يعني الشعب الليبي 7 مليون و200 وحدين يقولوا 6 مليون و800 وحدين يقول 7 مليون و800 الله أعلم نسبة متقاربة يعني الأمانة هذا شيء آخر ولكن من 7 مليون و200 ولا 6 مليون ولا 8 مليون ولا اللي هم كم بالفعل عندهم إمكانية إن يشروا حتى 500 دولار في 6 أنفار بيج دينار واربعين قرش ما أعتقدش إن كل الليبيين اليوم عندهم في حسابهم 4200 دولار 4200 دينار معناته هم هذوم الليبيين حيطيحوا فريسة للسوق الموازي أو لناس اللي عنده فلوس ويعطوه مقابل الأرقام الوطنية 1000 جنيه ويكسبوا هم الفارق 6000 جنيه نعم. سيد حسني يعني تقصد أن المواطن حيواجه مشكلة السيولة من جديد يعني إذا كان هم عنده سيولة متوفرة أولا يعني مشكل ليبي عنده في حسابه 4200 دينار بشهر 500 جنيه ولا عنده 8400 دينار باش ياخذ 1000 دولار في سنة 2019 معناته هو حيبقى بالطبيعة فريسة يعني كان فريسة السنة اللي فاتت وكان فريسة السماء اللي قبلها وقاعدين نجددوا من فريسة وكما سبق وتقدمت حضرتك لما تكلم معك
السيد السويسي السيوي السيوي وقلت له انت المبلغ اللي هو ما بين السنه والسنه الجايه تقريبا 10 مليار ونص دولار 10 مليار ونص دولار ينباعوا من قبل الدوله الليبيه او المصرف الليبي المركزي ب 15 مليار دينار باش بعتيلي يخلق تضخم ويخلق طرح اضافي في النقد في السوق يصل الى 40 مليار يعني الفارق تقريبا 25 مليار يعني شن درنا نحن سحبنا من السوق من خلال 3 دينار 90 قرش 15 مليار باش نجو توا من جديد ونحطوا 25 مليار يعني انا شخصيا مش ضد فكره اني انا نساعد الناس ولكن نساعد الناس بطريقه مباشره بدل ما نخليها تقع فريسه لمجرمين مزورين طيب مهربين ارهابيين ميليشيات نعم سميها نعم سيد حسني انتقل الى الدكتور عمر زرموح دكتور يعني اشار السيد السيوي الى سؤال طرحت عليه هو قال ان فيه يعني ناس مختصين فيما يتعلق بالسياسه النقديه لمصرف ليبيا المركزي وكذلك فيما يتعلق بصرف ارباب الاسر او مخصصات ارباب الاسر شخصيات نقديه تجاريه كذلك وماليه يعني تعتبر صرف مخصصات ارباب الاسر هي فقط يعني حسب وجهة نظرهم يعني هدر المال العام والنقد الأجنبي لكن هل وضحتنا يعني من خلال خبرتك يعني انعكاسات صرفها وخاصة بعد اعتماد الزيادة الأخيرة على الاقتصاد بشكل كامل أنا ربما لم أفهم تماما وجهة نظر الأستاذ السيوي التي ذكرتها لي ولكني دعني أحاول أن أجيب عن سؤالك دون فهم الخلفية السابقة للأستاذ السيوي لا هو سيد السيوي يتكلم أنا سألته فيما يتعلق بآلية صرف مخصصات أرباب الأسر يعني هو قال أترك هذا نعم. المجال أو هذا السؤال للناس المختصين نعم شكرا أنا نعتقد أن صرف مخصصات أرباب الأسر غير مبني على دراسة علمية وياريت يعني لو يعني هو الآن خلاص انتهى الموضوع القرار اتخذ تمام. ويجب أن يكون رأي الاستشاريين أمثالنا يكون قبل اتخاذ القرار وليس بعد أما بعد خلاص احنا احتراما لقرارات الدولة ما فيش لا يوجد إلا التنفيذ الحقيقة يعني لكن احنا تمنينا أن المصرف المركزي لا يتخذ مثل هذا القرار إلا بناء على دراسة ولكن دكتور والدراسة هي يراعي فيها مصلحتين يا أخي دكتور الكلام. دكتور يعني دكتور عمر يعني عادي في النهاية يعني الدولة قابلة للنقد وقابلة كذلك لقراراتها بعد النقد على الأقل حتى المشاهد يشوف نعم. ويعرف نعم. ما هو عليه يعني نعم هي ربما الكلام هذا ينفع للمستقبل يعني لعام 2019 فتمنينا أن يكون فيه دراسة توازن مصلحتين مصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد ككل من ناحية مصلحة المواطن عملية فرض الرسوم ورغم تحفظنا عليها من ناحية قانونية ولكن من ناحية الاقتصادية نؤيدها عملية فرض الرسوم هي الهدف منها هي محاصرة سعر الصرف وتخفيض سعر الصرف الأجنبي للنقد الأجنبي في السوق السوداء للوصول إلى الحد الأدنى الممكن الذي نقبله كسعر توازني هذا معناه في نفس الوقت تخفيض أو انخفاض مستوى التضخم لأن الأسعار ارتفعت إلى 5 أو 6 أضعاف يعني مش مجرد 10% ولا 15% يعني ارتفعت الأسعار أضعاف المضاعفة خلال الأربع سنوات الماضية ولهذا لو المصرف المركزي عمل دراسة لتجيب عن هذا السؤال نعم. يا ترى أي الأفضل للمواطن أن نعطوه المبلغ هذا 1000 دولار اللي هو في الأخير بالنسبة لي هو يترجم إلى 2000 دينار أو 2100 دينار هذه كل القصة نعم. في عام الفرد أو للفرد نعم أم دكتور. نخفض معدل التضخم بدرجات جيدة نعم دكتور. ربما أحد الأشخاص يقول لي والله ربما نعمل اثنين هي مسألة المبلغ هداي صرف المبلغ هو يعرقل من عملية محاصرة سعر الصرف دكتور ويعرقل عمر. عملية تخفيض الرسوم وبالتالي يعرقل أو يمدد
في عملية إطالة عمر التضخم. نعم دكتور عمر. ما دابينا أن التضخم ينخفض. هذا نعم. من جانب. في جانب آخر إذا سمحت لي. نعم أكمل معك دكتور عمر، ولكن حتى نطلع لفاصل ومن ثم نواصل. سيد عمر ابقى معي، وكذلك سيد حسني بي ابقوا معي، نعود بعد الفاصل. مشاهدي الكرام فابقوا معنا. الأحزاب التقليدية الموجودة لن تنجح في إعادة إنتاج نفسها. كشف شبكة الفساد قادرة على أن تتلاعب بما يمكن إنزاله من نقد في قرارات بعد تعديل سعر الصرف. لم نرى وجوه هؤلاء إلا وهم يتصدرون بعض الوزارات أو الأمانات واللجان الثورية، ويشتركون في النهب المنظم للدولة الليبية. إن كانت المرجعية هي الإعلان الدستوري فلا شرعية لأحد في حكم ليبيا اليوم. الحكومات المتعاقبة لم تكن حرية الإعلان وحماية الصحفيين هي الأولوية بالنسبة للسياسيين في ليبيا. نحن لا نريد أن نخون بعضنا البعض، لا نريد أن نعلق فشل الحاضر على الماضي وفشل المستقبل على الحاضر. الذي فوضت من خلاله أو من أجله أو بسببه الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا، أولا لأن هناك عامل تاريخي وهو أن دولة إيطاليا بالرغم أنها كونت دولة مستعمرة سابقة لليبيا، ولكنها تبقى إلى حد كبير هي الدولة الأقرب سياسيا واقتصاديا لليبيا. الملف يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا بعد الفاصل إلى حلقة المؤشر والتي نخصصها حول موضوع منحة أرباب الأسر. معي كذلك حول هذا الموضوع دكتور عمر زرموح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الأستاذ ورجل الأعمال الليبي حسني بي من إيطاليا عبر سكايب. أعود إليك الدكتور عمر، يعني أشرت إلى موضوع مهم وهو السوق الموازية، يعني بدأت مباشرة يعني بالتفاعل مع قرار صرف ال 500 دولار الإضافية، وتابعنا انخفاض سعر الصرف حتى في السوق يعني الأيام الماضية من مستويات الأربعة دينار ونص وصل لحدود الأربعة و15 قرش. هل تتوقع يعني أن تتأثر السوق الموازية بشكل أكبر من هذا الإجراء، خصوصا بعد منح مصرف ليبيا المركزي مخصصات أرباب الأسر؟ أخي الكريم، أنا في تصوري وفي تقديري إذا كان افترضنا الرشد الاقتصادي الرشد الاقتصادي عند الناس، فسعر الصرف لن ينخفض عن أربعة دينار بسبب أن السعر الأصلي 3.9 زائد بعض العمولات، يعني الأربعة ما ينخفضش تحت منها. ولكن عندما أنت أو عندما المصرف أعطى الدولار بدينار وفاصلة أربعة ودينار ونص نقوله مع العمولات، في هذه الحالة ربما بعض الناس، لا أقول أنهم غير رشيدين، ولكن نقول أحيانا أنهم مضطرين. نعم. مضطرين، اللي عنده حالة علاج، اللي عنده كذا محتاج إلى سيولة، حتى علاج في الداخل، يعني علاج في الداخل محتاج إلى سيولة نقدية، أو عنده حتى مناسبة أفراح، فبعض الناس تلقاهم مضطرين، فهم يقول لك أنا يعني المبلغ هذا محصلة مجانا، يعني أو دافع فيه 1500 دينار بس لكل فرد، ما فيش مشكلة لو بعت الدولار. نعم دكتور. 3 دينار. نعم دكتور. هذا يكون له تأثير سلبي. نعم. نعم يا دكتور. ألتقل بسؤالي إلى السيد حسني بي رجل الأعمال الليبي من إيطاليا. سيد حسني، يعني السيد أو الدكتور عمر زرموح قال إن السعر لن ينخفض إلى أدنى أو أقل من ذلك، لأن السعر الأصلي للمصرف 3 دينار أو المحدد إلى 3.90 دينار. يعني هل الأسرة الليبية قادرة يعني على سبيل المثال على تغطية 22,000 دينار للحصول على مخصصات أرباب الأسر؟ هناك يعني عدة عائلات كما أشرت لا تستطيع ذلك، وهذا يفتح باب الاستغلال
وبيع الرقم الوطني للحصول على مقابل، ما رأيك؟ أعتقد الرقم المطروح السنة هذه قد لا يكون له تأثير كما ذكر الدكتور عمر، ولكن ما في شك أن لما يطرح ضعفين هذا المبلغ في عام 2019 مع التراكم اللي هو حيكون مطروح في السوق حاليا، قاعدين نتكلموا على أكثر من 11 مليار دولار. لما 11 مليار دولار يعني نتيجتهم 40-45 مليار دينار، لا توجد دينارات باش تشتري هذه المبالغ، فبالتالي غصبا عنهم من عنده الدولارات حيبيعها بقل بكثير من 3.5 جنيه في اعتقادي، وقل بكثير يعني من 3.90 دينار. يعني سيد حسني، يعني اللي تقدم الدولة للمواطن من دعم كافي لمواجهة تكاليف هذه المعيشة، يعني أنت تتحدث على أسرة مكونة من 5 أشخاص أحيانا، على سبيل المثال متوسط يعني ربح مخصصة ربع الأسر يعني أكثر من 22,000 دينار. اي ولكن نحن نتكلم كاقتصاد كلي، يعني اللي مطروحات اجماليهن 3.5 مليار السنه و7 مليار وشويه السنه الجايه، او سامحني عن السنه اللي فاتت 3.5 مليار و7 مليار عن السنه الحاليه، هذين اجماليهن 11 مليار دولار. 11 مليار دولار هذين ضروري تتغير الى دينارات، معناتها تحتاج إلى أكثر من 45 مليار دينار لا توجد، فبالتالي غصبا عنا حيكون في ضغط على الدولار بالهبوط بأقل من السعر الرسمي الحالي. هو من توا فيه بعض الوسطاء اللي قاعدين يعرضوا ب3.5 دينار الكروت المعبى ب500 دولار، ودارين إعلانات في وسائل الاتصال الاجتماعي يعرضوا فيها لشراها بهذه المبالغ. أعتقد أن كان من الأوفر ومن الأفضل أن نمدوا للليبي إذا أردنا، بالرغم أنه حتى هو غلط ولكن أقل ضرر مما نحن عملناه، الفارق يعني البنوك هي اللي تبيع وتشتري هذه المبالغ، وهي اللي بعدين تتم بتعويض المواطن بالفارق، لان اغلب المواطنين ما عندهمش المبالغ، لا عنده 4200 ولا عنده 8400، ولا كلهم مجتمعين مع بعضهم معدل عام عندهم 45 مليار دولار باش يشتروا 11 مليار 45 مليار دينار باش يشتروا 11 مليار. يعني انت شوف بس ال 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 المرتبات نتاع الدولة ويمثلوا تقريبا فوق 1.8 مليون مواطن ليبي، يعني أكثر من مرة ونص عدد العائلات الليبية. إجمالي مرتباتهم 26 مليار، شنو حيشتروا بيهن هذين الفارق؟ مش موجودات الفلوس باش يشتروا 45، يعني النسبة يعني غير متقاربة. نعم، يعني بالعكس، يعني المتوفر لدى الناس نص ما هو مطروح. سيد حسني، يعني نخش معك توا لقراءة في أساليب صرف المنح الإضافية. يعني حاليا أسعار السلع انخفضت يعني بأكثر من 30% في السوق، يعني سعر الصرف تراجع أكثر من 33% إن صح التعبير بعد الإصلاح النقدي. يعني هناك من يقول لسان حال المواطن، يعني أي عبء معيشي جاءت هذه الـ 500 دولار الإضافية من أجله والأمور تسير في تحسن. صدقني، يعني لو كنا نحن بنساعد المواطن كنا قوينا أكثر الدينار من خلال تخفيض رسم الصرف أو استبدال الدعم اللي هو بروحه كان خلق الضغط للتخفيض. يعني نحن لازم كما قال دكتور زرموح نفكر في تخفيض التضخم ونفكر في تقوية القوة الشرائية للدينار. مش مهم أن يكون عندي 2000 دينار إذا بعتلي ما جابليش ما هو قيمة اليوم 1000. الأهم أن يكون عندي 500 دينار اللي هن يجيبلي ما هو اليوم 1000. العكس، لكن الفرصة اللي توا متاحة لمصرف ليبيا المركزي والرئاسي إذا أنهم بالفعل يبوا يستفيدوا من هذه اللي أنا سميها خطأ مع احترامي ليهم، ماشي، مفروض أن هم يبدوا يفكروا بجدية أن ينزلوا يخفضوا
الرسم ويتبعوا انخفاض الدينار لتحقيق القوة التعادلية الفعلية للدينار الجديد اللي هو ما بين جنيه واربعين قرش اليوم وثلاثة دينار وتسعين قرش. نعم. طيب أنتقل إلى أعود إليك دكتور عمر زرموح، يعني الخمسمائة دولار هذه ارتبطت يعني حسب نظر بعض الناس يعني إن هي جت نتيجة الإصلاحات أو الاجتماعات الإصلاحات الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات واقتراح كبديل للدعم النقدي، هل صرفها الآن دون الشروع إلى رفع الدعم يجعلها بلا مغزى اقتصادي واضح؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ إذا سمحت لي دعني أعود إلى الوراء قليلا. يعني سألتني سؤال في البداية، هل المبلغ الذي تقرر الخمسمائة دولار اللي هي الثانية لسنة 2018 هل تمثل تحديا بالنسبة للمصرف المركزي وليبيا بوجه عام؟ وقلت لك أنها لا تمثل تحدي كبير رغم أنها هي بالنسبة للدول الأخرى يعني مهمة جدا، لكن بالنسبة إحنا يعني الاحتياطية متوفرة، ولكن ربما ننظر لها أنها مسألة ممكن نوع من الإسراف. لكن الحقيقة تعريجا على ما تفضل به الأستاذ حسني، إذا نظرنا إلى 3.5 مليار هدينا على الخمسمائة الأخيرة زائد مخصصات 2019 اللي هنا حوالي 7 يعني في حالة 10.5 أو 11 مليار، فالموضوع راهو يعني موضوع كارثي يعني كبير. إلا إذا كان يعني يبدو لي أن السياسة النقدية والتجارية في هذه الحالة سياسة غير متناسقة، غير يعني تضرب بعضها بعضا. يعني من ناحية أنت مدير قرار كدولة برسوم 183% وبتبيع ب 3.9، وعند المصارف كل من ناحية تانية تقول أنا بنبيع بمبالغ توصل إلى 11 مليار بالسعر الرسمي. ما معناها؟ معناها التشجيع على المضاربات والسوق السوداء، ومعناها أن حتى رجال الأعمال على الأقل كثير منهم ما نقولش كلهم ممكن ما عادش يهتموا بفتح الاعتمادات والتعامل مع المصارف، يبدو يتعاملوا مع السوق السوداء للأسف. هذا نعم. كان نعم هذا عمل مش كويس. يعني نريد أن يكون بالله إذا سمحت أعطيني فرصة للكلام كما أعطيت باختصار شديد السابق. باختصار شديد نعم. فهذا عمل يعني متضارب مع بعضه. أنا نتفق تماما مع ما تفضل به الأستاذ حسني، وهو بالفعل 183% رسوم كان يجب التركيز على هذا على هذه النسبة والعمل على تخفيضها. فإذا تخفضت فسوف نعم. تنخفض أسعار السوق السوداء كلها، بل ربما تنتهي أسعار السوق السوداء. طبعا هي نعرف إحنا السبب ليش ما نعم انتهت السوق السوداء. نعم دكتور. ليش ما انتهت؟ نعم دكتور. ومن نعم هنا وهيك أعود إليك بعد قليل، يعني من هنا يعني وكذلك مشاهدي الكرام، ما الكلام أنا مازلت ما جاوبتكش على سؤالك الأول. سأعود إليك، لكن هناك رأي الشارع لعلنا ننتقل إليه صحبة مشاهدين الكرام. إلى رأي الشارع. في رأي الشارع استطلعنا آراء المتابعين حول مدى رضاهم عن الآلية اللي حيتم بها صرف منحة أرباب الأسر. عدد المشاركين في هذا الاستطلاع 1184 مشارك، منهم 59% صوتوا بلا أو بعدم رضا عن آلية صرف مخصصات أرباب الأسر كما أنتم تشاهدون الآن مشاهدين الكرام على الشاشة، بينما في المقابل 41% صوتوا بنعم. مناقشة خلفيات إجابات المواطنين عبر قراءة التعليقات على الاستفتاء. أعود إليك دكتور عمر الزرموح، يا ريت يعني تعطينا باختصار شديد تكمل نقطتك مش حتى نخش للمحور الثالث وهو تخفيض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي. فأنا قلت أن ما تفضل به الأستاذ حسني من إذا كان ضمينا المبالغ تاع 2019 ونصبح نتعامل مع 11 مليار، في الحقيقة هذا مبلغ كبير. يجب أن السياسة الخاصة بسعر بالرسم يجب أن تأخذ في ذلك في الحسبان. يعني لا ينبغي أن نشجع الاتجاه للعمل خارج المصارف،
يعني موضوع مخصصات أرباب الأسر يعني كله بينتقل إلى السوق السوداء والمضاربات. لماذا لا إذا كان في إمكانيات أن نطرح هذه المبالغ الكبيرة وبالسعر الرسمي في الاقتصاد، لماذا لا نخفض الرسم بدل من ذلك؟ نخفض الرسم وأنا طبعا مع اتجاه التخفيض التدريجي وليس التخفيض المفاجئ. فالتكسير السوق مشكلة. إحنا يعني السياسات الاقتصادية الناجعة هي السياسات التي تمتص الأزمات، تمتص الهزات الاقتصادية، وليس تلك التي تخلق الهزات الاقتصادية. نعم. نريد أن الأعمال أو قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بالرسوم تكون متناسقة وغير متضاربة مع قرارات المصرف المركزي الخاصة بمنح مخصصات أرباب الأسر. نعم. بالنسبة لسؤال حضرتك أنا معليش ممكن لو تعود لي سؤال. نعم. سابق. نعم، احنا دخلت معك في موضوع البدء في تخفيض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي. يعني على أي أساس تحدد قيمة التخفيض في الرسوم، وكم تبلغ النسبة يعني المناسبة حاليا باختصار شديد دكتور عمر؟ أنا في اعتقادي أن المبدأ أولا المبدأ التدريجي، لابد أن نأخذ مبدأ التدرج وليس، وهذه هي السياسات الاقتصادية الرشيدة. أما التخبط والضرب هذا بالكبير والتناقض داخل السياسة الاقتصادية هذا غلط. يعني هذا المبدأ الأول. المبدأ الآخر بالإضافة إلى التدرج يجب أن ندرس الاحتياطي من النقد الأجنبي ومدى تأثره خلال الفترة الماضية، خلال تجربة الأربع شهور الماضية أو الخمسة، بحيث نشوفوا إذا كان الاحتياطي زاد ولا انخفض. ويعني هذه نقطة مهمة جدا، لأن إذا كان الاحتياطي كان في انخفاض مستمر وانخفاض كبير، فطبعا هذا يجعلنا أن ما نخفضش الرسوم. نعم. أو ما نخفضهاش بنسبة كبيرة. نعم. كذلك يجب أن نشوف العرض النقود، إذا كان عرض النقود ما. نعم. يعني في تزايد مشكلة، لابد هذه مسألة فنية ربما المواطن لا ما تماش ما يعلمش بها، لكن نحن وصلت الفكرة دكتور عمر. لابد من. نعم. وصلت الفكرة دكتور عمر. أعود إلى السيد حسني بي، يعني تبعت معنا الاستفتاء، يعني 59% قالوا بلا وحوالي 41% قالوا نعم. والله أنا مبهور بالنمو والشعور المسؤولية من مواطني ليبيا من خلال هذا الاستفتاء، وخاصة برفضهم هل هو شكليا كان مفروض يكون رضا بنسبة 90%. يعني أنا كنت خايف أن هذا الاستفتاء يطلع ب 90% نعم و 10% فقط لا، أو حتى أقل من ذلك، ولكن هذا بالفعل مؤشر رائع بأن أخيرا الشعب الليبي بدأ يفهم واعي على أثار هذه القرارات، هل هي في الآخر بكل لا تصب حقيقة في مصلحته شكليا كقرارات شعبوية لكسب أصوات وإلا دعم معين لكسب المهرب ولكسب التاجر السوق السوداء ولكسب الميليشيا ولكسب الإرهابي. أي نعم، لأن في. نعم. مصلحة كبيرة. سيد حسني. نعم. سيد حسني أسألك يعني على أي أساس تحدد قيمة تخفيض الرسوم، ويعني كم تبلغ النسبة المناسبة حاليا، وبوجهة نظرك يعني أيهما أفضل، أن يتم التخفيض بشكل مفاجئ أم يتم الإعلان عنها يعني موعد ليه قبل التنفيذ يعني بمدة؟ لا طبعا هو الإعلان عن سياسات النقدية هذه من الخطأ. يعني السياسات النقدية مفروض تكون مبنية على مؤشرات، هل هي منها التضخم ومنها كذلك الطرح النقدي في السوق ومنها تغطية الميزانيات العامة، يعني كلها مربوطة ببعضها. ولكن ما في شك أن نحن نقدر من خلال ما هو كان مطروح، لأن أصلاً حتى الـ 500 دولار هذين ولا الـ 1000 دولار كان أساساً مقابل يعتبروهن استبدال للدعم، ولكن هذا ما صارش. يعني نحن اليوم قاعدين نطلعوا فيهم بدون ما نتكلموا على أنها استبدال للدعم. فالأمانة يعني فرصة أخرى ضيعناها لتحقيق معدل أقل لسعر الصرف، لأن فيما لو تمت من خلال الآلية اللي كان مفروض تكون
يعني نحن نقدر نمشي نتجه إلى سعر صرف اللي هو نهاية قد يوصل إلى دينارين ونص بدل من 3 دينار و90 قرش. أنا شخصيا أرى أن الميزانية العامة مهمة، واليوم قاعدين نتكلم على 43 مليار دينار، 43 مليار دينار وبها عجز في لا تقل عن 10 مليار. أعتقد أن الإجراء اللي تم هذاه حيخفض تخفيض كبير جدا من الطلب على الدينار بلاد 3 دينار الدولار ب 3 دينار و 90 قرش يعني سيد حسني التجارية. نعم يعني بما سبق، يعني هل حان الإعلان عن تخفيض قيمة الرسوم أم ما زال هناك تريث بالنسبة لهذا الموضوع؟ أنا في اعتقادي أن اليوم المفروض يعني من مصرف ليبيا المركزي والرئاسي أن يتبعوا الانخفاض نتاع السعر حسب ما قاعد يحصل في السوق، يعني هم اللي يتبعوا السوق يكونوا ممكن حاجة بسيطة أكثر من السوق، ولكن يتبعوه باش يوصلوا بيه لوين ما يوصلوا بيه اللي هو 2 دينار ونص. لكن اللي نقوله المشكلة الأكبر أن حيكون في عزوف كبير جدا من شراء الاعتمادات ومن الحوالات بسعر 3 دينار و 90 قرش. يعني نقدر نقول لك أن 90% من السوق حيتمول من خلال الدولار الرخيص هذا بجنيه 40 قرش، يعني أعتقد أن 90%، وهذا طبعا أثار الأسف حيكون سيء على التضخم. نعم. وحيكون سيء على الطرح النقدي، وحيكون سيء كذلك على السيولة للأسف الشديد. أن نقولها أنا على الملأ كنت أتمنى ألا أقولها، ولكن هذه نعم سيد حسني حنواجهها. نعم سيد حسني، ومن هنا ننتقل إلى صاحب الرأي المفصلي في حلقتنا إلى المؤشر. في حلقة اليوم من المؤشر لهذا الأسبوع سألنا مجموعة النخب الاقتصادية المتعاونة مع البرنامج حول ما إذا آن الأوان في ظل المؤشرات الحالية لبدء تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، وشاركوا معنا في هذا الاستفتاء 27 شخص، 45.8% منهم لم يوافقوا على ذلك، معتبرين الوقت ما زال مبكر للتعديل في الرسم المفروض، وهذه النسبة تمثل مؤشرنا الأحمر لهذه الليلة. أما المؤشر الرمادي الفئة الحذرة في اختيارها صوتت بنسبة 25% على الموافقة إلى حد ما على سؤال الحلقة، تاركة مساحة لتأجيل تخفيض الرسم رغم موافقتها المبدئية على البدء في التخفيض. وفيما يخص خيار الموافقة بشدة على أن الوقت أن لبدأ أو حان لبدأ لتخفيض الرسوم، فالتجهولة 29.2% من المشاركين اللي يشوفوا أن المعطيات والنتائج الحالية كافية لأخذ خطوة تعديل الرسم بعد مرور 5 شهور تقريبا من إقراره. إذن كانت هذه نتيجة المؤشر، والأغلبية تتجه إلى عدم الموافقة الصريحة على البدء في تخفيض نسبة الرسم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي. إذن مشاهدينا الكرام كالعادة بهذه المؤشرات نختم هذه الحلقة من برنامج المؤشر، وأجدد شكري واعتذاري للضيوف الكرام لضيق الوقت. كان معنا الدكتور عمر الزرموح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبر الأقمار الصناعية، وكذلك كان معي السيد حسني بي رجل الأعمال الليبي كان معنا عبر سكايب من إيطاليا. كما لا أنسى الشكر الموصول إلى الأستاذ سالم السيوي مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي. شكرا لكم ضيوف الكرام، وكذلك مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.